هذه الليالي الأولى من شهر محرم في النجف، المحافظة التي تشهد في مثل هذا التوقيت توافد الزائرين من داخلها وخارجها إلى مرقد الإمام علي في المدينة القديمة. أجواء وطقوس اعتاد النجفيون على القيام بها وسط انتشار المواكب التي انقسمت ما بين المعزية والمقدمة للخدمات للزائرين. صار لنا 3 ايام على الخدمة، يوم نسوي قاص، يوم نسوي عاش، ويوم الثامن نسوي قيمة، والمساعدة ويا الأجهزة الأمنية جيدة جدا، بين الباجات والدخوليات، الإقبال الناد جيد جدا، ونشكر الله على هاي الإقبال الحلوة. منذ مئات السنين على خدمة الإمام الحسين وخدمة شعائر الحسين، والحمد لله والشكر كل سنة وكل عام احنا مواصلين على هاي الشعيرة وعلى الخدمة الحسينية. تنتشر لافتات السواد والعزاء في أرجاء المرقد العلوي الذي فتح أبوابه أمام زائرين استذكروا بحزن ذكرى استشهاد الإمام الحسين في 10 من محرم. أمنيات ودعوات لم تختلف عند الزائرين الذين رفعوا أيديهم للعراق وأهله كافة. والله نسأل الله بحق الحسين الشهيد أن يرفع هاي البلاء عن هاي الأمة. هذا فد بلاء يعني بصراحة، يعني احنا كنا نسمع في السابق بأن يعني تيجي أمراض بس ما ظل تستمر هالفترة الطويلة. يعني بصراحة كثير من الأحباء والأصدقاء يعني فقدناهم من مرض هذا المرض العضال. في كل عام أبناء النجف والأطراف النجف الأربعة وكل النجف، كل أحياء مدينة النجف تقيم مراسيم عزاء الإمام الحسين في هذه الأيام العشرة كشعيرة دينية، وإن شاء الله ورثنا هاي الشغلة من آبائنا ومن أجدادنا وأجداد أجدادنا. وكان أكثر من 30,000 عنصر أمني فضلا عن العشرات من الآليات الخدمية ضمن الخطة الخاصة التي أعدتها الحكومة المحلية لهذه الأيام. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تزايد أعداد الزائرين الوافدين إلى النجف، وهو ما يشكل تحدياً متزايداً أمام الجهات الصحية والأمنية لضمان سير الزيارة التي يتوقع أن تكون مليونية. من النجف محمد رزاق، التغيير.